أكد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أن بلاده على استعداد لتكثيف التعاون مع مصر خصوصا في المجال السياحي. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، أكد الرئيس الكرواتي أن بلاده لديها شركات وخبرات في الصناعة العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى. من بين المجالات التي نستطيع أن نتعامل هي السياحة، لأن كرواتيا قامت باستثمار في هذا القطاع، ونحن نعتبر نفسنا بأن كرواتيا هي دولة عظيمة فيما يخص السياحة. وحتى لن ندخل في مكان يعني العظماء، لأن هذا يمكن أن يضرنا. أنا أريد أن أقدم خبرتنا لدولة لمصر في هذا المجال، وعندنا خبرة سيئة عندما يكون هناك عدد كبير من السياح في مكان واحد في مكان ضيق، لأن علينا كذلك أن نحافظ على البيئة وكذلك على النمط الحياتي لسكاننا. فيما يخص القطاع العسكري، نحن لسنا دولة كبيرة، لكن عندنا شركات وخبرات في الصناعة العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى.